قول الله تبارك وتعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من الواجب ومن حقوق التوحيد ومكملات التوحيد الاعتراف بنعم الله عز وجل وشكره عليها، هذا من تمام التوحيد. ومن أعظم النعم التي أنعم الله بها على الخليقة عموما وعلى هذه الأمة خصوصا نعمة الإسلام والإيمان، ونعمة إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام يبين للناس دينهم ويعلموهم ما يجب عليهم ويحلون مشكلاتهم وخصوماتهم بموجب العدل الإلهي الشرع المنزل. هذا من أكبر النعم التي يشكر الله جل وعلا عليها. شكر النعم واجب وله ثلاثة أركان لا يصح إلا بها. الركن الأول الاعتراف بها، التحدث بها، الركن الأول التحدث بها ظاهرا، وأما بنعمة ربك فحدث. الركن الثاني الاعتراف بها باطنا، أنها من عند الله سبحانه وتعالى لا من عند غيره. الركن الثالث صرفها في طاعة الله سبحانه وتعالى ومرضاته، فهذه أركان الشكر التي لا يتم إلا بها وهو واجب. ومن أعظم النعم إرسال الرسل، ولا سيما خاتمهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم، فإن بعثته من أعظم النعم. قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذا من أكبر النعم، بعثة محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، فيجب شكر الله جل وعلا على هذه النعمة العظيمة. لكن المشركين والكفار يعترفون ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعترفون بها باطنا، يعرفون أنه رسول الله حق، ولكن يحملهم الحمية الجاهلية أن لا يتركوا دين آبائهم وأجدادهم ويتبعوا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. هم يعرفون نعمة الله في قرارة أنفسهم وينكرونها بأقوالهم وأفعالهم. قال الله جل وعلا: أن نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهذا معنى قوله يعرفون نعمة الله، ونعمة الله هنا يراد بها بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل عموم النعم يعترفون أنها من الله، ومنها بعثة محمد، بل أهمها وأعظمها بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ينكرونها وينسبون النعم إلى أصنامهم أو إلى أفعالهم وقوتهم وحولهم، ولا ينسبونها إلى الله وأنها منه سبحانه فيشكرونه عليها. نعم. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن أبائي. قال مجاهد بن جبر تابعي الجليل تلميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يعرفون نعمة الله، يعني في تفسير هذه الآية يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن أبائي، ولا يعترف أنه من فضل الله عليه وأن الله أنعم به عليه، بل يقول: هذا مالي وأنا ورثته عن آبائي، يجحد أنه من الله سبحانه وتعالى ويقول إنه ميراث عن آبائه وأجداده وما أشبه ذلك. نعم. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. عون بن عبد الله رضي الله عنه ورحمه يقول في تفسير الآية: لولا فلان لم يكن كذا، لولا فلان هو الذي أوجد هذه النعمة أو هذا الرزق ما حصل هذا الشيء. ينسبون وجود النعم ووجود الأرزاق إلى المخلوقين، وكلمة لولا حرف امتناع لوجود، امتناع أو لولا وجود فلان ما حصلت هذه النعمة، فينسبونها إلى المخلوقين ولا ينسبونها إلى الله، وهذا من كفر النعم والعياذ بالله. نعم. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال ابن قتيبة وهو إمام جليل من أئمة التفسير ينسبون هذه النعم إلى قبور الأولياء، ولأنهم يعتقدون في قبور الأولياء أنها مراقد الصالحين، وأن الصالحين هم السبب، أن المقبولين والمدفونين هم السبب في وجود هذه النعم، فلولا وجود هذا القبر في هذا البلد ما حصلت له الأرزاق وما أشبه ذلك. وكل مسجد عندهم ليس فيه قبر فليس بشيء، وإنما يعتبرون المساجد التي فيها القبور والأضرحة وينسبون النعم إليها، أو وجود القبر في البلد أو في الإقليم عندهم هو الذي يجلب لهم النعم. نعم.
وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه وأن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. قال أبو العباس يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، هذه كنيته رحمه الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بعد نزول المطر عليهم بالليل. نعم. وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. نعم، الحديث الذي ذكره أبو العباس أنه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أصحابه في الحديبية قريب من مكة على حدود الحرم من الجهة الغربية، وهو ما يسمى الآن بالتنعيم. نعم. كانوا على حدود الحرم فنزل عليهم مطر بالليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح لأصحابه أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. فمن نسب النعم ومنها نزول المطر إلى الأنواء وإلى المناخات وما أشبه ذلك فهذا كافر بالله، حيث نسب نعمته إلى غيره إلى الكوكب، والكواكب ليس لها تدبير، فمن نسب الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية فهذا هو التنجيم الذي جاء الكتاب والسنة بذمه وتضليل أهله. فالنعم تنسب إلى الله من المطر وغيرها. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا هذا كافر بي مؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. نعم. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك. من ذلك نسبة النعم إلى غير الله أن أهل المراكب في البحار إذا سلموا في رحلتهم فإنهم ينسبون هذه السلامة إلى الملاح قائد السفينة، ويقولون إنه كان حاذقا في قيادة السفينة وعارفا بذلك، ولا يقولون إن سلامتهم بفضل الله وبرحمته، وإنما قائد السفينة سبب من الأسباب، إن شاء الله نفع به وإن شاء لم ينفع به. فكم غرقت من سفينة ومراكب فيها ملاحون ماهرون ولم ينفعهم ذلك. نعم. شيخ صالح، يعني في بداية هذا الباب عبارة هذا مالي ورثته عن أبائي، ظاهر العبارة بأنه لا شيء فيها، لماذا مجاهد يعني منع ذلك؟ ما يقول هذا مالي بفضل الله، حصلت عليه بفضل الله، وإنما حصلت عليه بالوراثة من آبائي، فينسبه إلى آبائه ولا يذكر فضل الله عليه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيه مسائل، الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها. تفسير معنى النعمة ومعنى إنكارها. النعمة عموم ما يمن الله به على عباده، وأعظم ذلك بعثة الرسل. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته. هذا أعظم النعم، بعثة الرسل لهداية الخلق من الكفر والضلال وأعمال أهل النار، وإرشادهم إلى التوحيد وإلى الأعمال الصالحة وأعمال أهل الجنة. هذا أعظم النعم، بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهم يعترفون أنه رسول الله بقرارة أنفسهم، ولكنهم لا يتبعونه ولا يقتدون به صلى الله عليه وسلم، وإنما يبقون على كفرهم وضلالهم من باب العناد والجحود، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا أعظم كفر النعم، كفر الإيمان بالرسالة واتباع الرسل. نعم. المسألة الثانية اجتماع الضدين في القلب. نعم، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. الضدان هم المعرفة والإنكار، المعرفة الإثبات والنفي، هذان يجتمعان في القلب، فهم في قلوبهم وقرارة أنفسهم يعرفون أنه رسول الله ثم ينكرونه بقلوبهم وألسنتهم وأعمالهم، لا حول ولا قوة إلا بالله، وكان الواجب أن يتبعوه ويؤمنون به ما دام أنهم يعترفون أنه رسول الله، لماذا يبقون على كفرهم ولا يتبعونه لولا التعصب الجاهلي المذموم؟